عسلامة. أنا حليمة البوهيلي أستاذ فرنسية. أنا نحب نغير في بلديتي. كيفاش باش نغير في بلديتي؟ بعدة طرق. باش نبداو بالطريقة الأولى. الطريقة الأولانية هي وإنه تجسيد الديمقراطية التشاركية في تبربة، وذلك بتشريك المرأة في الشأن، المرأة التبربية في الشأن العام، على خاطر تبربة نحبوها مزيانة ونظيفة طبعها الأندلسي والفلاحي أيضا. أنا مترشحة للانتخابات البلدية من أجل تفعيل المنطقة الصناعية في تبربة، المنطقة الصناعية في تبربة اللي باش تحد من أزمة البطالة الخانقة والحادة. أنا مترشحة زادة للانتخابات البلدية لتوفير فضاءات ترفيه مختلفة لكل الأجيال. أنا مترشحة للانتخابات البلدية لأجل توفير النقل الحديدي بين تبربة والعاصمة. أنا مترشحة لأجل مواطنة مسؤولة يشارك فيها الكل ويستفاد منها الكل. أنا مترشحة وكل أمال في تغيير بلديتي. أنا مترشحة وكل أمال في الفوز بالانتخابات البلدية. وشكراً.